حيت الضمار ديال الطوموبيل كتنسخن في الطوموبيل، وعندي الكاميرا في الطوموبيل هي اللي شاده وخدامه وتتفيلم داك الشيء علاش ما رديتش الباه. حتى جاي من ورايا قال لي اعطيني الشكاره، بقيت نتحاول معاه نتقاتل معاه حتى حيت الشكاره ديالو، وجا الناس لا ما خفش اخويا حيت عنده واحد الامانه في الشكاره داك الشيء علاش بقيت نتقاتل معاه.